بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام يدعو المؤمن إلى محبة الخير لأخيه المؤمن. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان. والمراد بالمحبة إرادة الخير والمنفعة للغير. وفي هذا الحديث تحذير من أن يحب للمؤمنين ما لا يحب لنفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، مما يدل على أهمية محبة الإنسان لإخوانه ما يحب لنفسه. إن من اتصف بالإيمان لا يمكن أن يعتدي على أحد من المؤمنين. وفي هذه الظروف التي نعيشها بسبب وباء كورونا المستجد، فإن الأخوة الإيمانية تفرض علينا أن نخاف على بعضنا وأن نرحم بعضنا، فلا نرمي الكمامات المستعملة في الشوارع أو الأزقة أو البساتين، فنشق على إخواننا العمال النظافة ونكلفهم ما لا يطيقون، بل وأكثر من هذا قد يتعرضون للأذى. والكل يعلم أن من التصرفات التي حرمها الله إلحاق الأذى بالغير. وهذه الأخوة الإيمانية تفرض علينا أن نكون متعاونين مع الجنود المجندة من أجل سلامة الوطن، من أطباء وممرضين ورجال أمن. فواجب علينا أن نلتزم بالحجر الصحي، ولا نخرج إلا للضرورة القصوى، متخذين كل التدابير الوقائية. فما أروع أن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا لمواجهة هذا الوباء، متعاونين على البر والتقوى اللذين أمر الله بهما في محكم كتابه العزيز حين قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أمير المؤمنين، حامي حمى الوطن والدين، جلالة الملك محمد السادس، واحفظ أسرته الشريفة. اللهم يا رب العالمين، احفظ جميع المغاربة في كل مكان وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين، بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.